السلام عليكم. اليوم راح نسوي لكم وصفة فطائر كلش سهلة وسريعة تفيد للعشاء. عندنا هنا كيلو طحين، ملعقة ملح، ملعقة خميرة كبيرة، عندنا هنا خاشوكتين شكر، عندنا هنا نصف كوب زبدة، وعندنا هذا الروزماري، الزعتر البري أو أكيل الجبل، وعندنا هنا كوب حليب وكوبين مي. هذه العجينة. أما بالنسبة للحشوة عندنا هنا صدر دجاج، فلفل، طماطه، وهاي البهارات اللي وياها. هسه هنا اول ما ابدي اسوي العجينه عندي هنا الطحين، ضفت عليه الخميره، راح اضيف عليه ملعقه الملح، ملعقه الخميره ضفتها، راح اضيف السكر ملعقتين، هنا راح اضيف هاي الروزماري، هنا عندي الزبده ربع كوب زبده، طبعا الزبده تعطيها طعم كلش طيب، وهنا راح اضيف المواد السائله. عندي هنا كوب حليب راح اديره واشوف حسب احتياطي للعجينه ايش قد تريد بعد ماي اضيف. وهنا راح ابدي اعجن لحد ما تتلابس عندي العجينه، تتكتل عندي، اضيف لها المي اذا احتاجت مي. هسه راح اخلصها عجن واشوفكم اياها. هسه هنا عندي العجينه احتاجت مي، راح اضيف مي وابدي اعجن. وهنا بعد ما خلصتها عجين، طبعا احتاجت عندي كوب حليب وكوبين مي مثل ما قلت لكم، لان حسب نوعيه الطحين من نوع الى اخر، اكو يحب مي اكو لا. هسه راح اعوفها تختمر ساعة بين ما اسوي الحشوة. هنا راح ابدي اجهز الحشوة. اول ما نضيف الزيت راح نضيف البصل، نشوف هالطريقة، راح اضيف شوية ملح يتذبل عندي. هنا راح اضيف شوية ملح حتى يتذبل عندي البصل. هنا بعد ما يتذبل عندي البصل راح اضيف الفلفل حتى يتذبل عندي شوية. هنا بعد ما حمت عندي البصل والفلفل راح اضيف الدجاج. هنا راح اقلب الدجاج ويا البصل والفلفل حتى يحمس عندي، واضيف البهارات. هنا راح اضيف الملح للدجاج، اضيف البهارات، هنا راح احمسها وياها. طبعا هنا ما اوصف لكم الريحه شنو. هنا بعد ما حمس عندي الدجاج والبصل والفلفل راح اضيف الطماطم. هنا بعد ما حمست الطماطم ويا الدجاج راح اضيف لاخر اضافه هاي صلصه البيزا، قدر ملعقه واحده اضيفها واحمسها وياها. هنا بعد ما كملت عندي الحشوه هسه هنا انا راح اطفيها لان ما ظل عندي بيها اي سوائل، بعد شلون شلونها ابدي احشي. هنا بعد ما اختمرت عندنا العجينه صارت عندنا هالشكل هذا، حجمها ضاعف عشان مختمره، وجهز عندنا الحشوه. هسه راح ابدي اكورها واحشيها واشويها ان شاء الله. هنا راح ابدي اكورها هيك بهالشكل هذا، هيشي راح اخليها ترتاح هنا هاي الثانيه، حتى من ابدي اشويها او احشيها مرتاحه العجينه عندي شبه الشكل هذا. هنا بعد ما كورتها كورت كل الكميه وتركتها ترتاح شويه عندي، هسه راح اقسمها قسمين، قسم راح اسويها فطائر بالسمسم. عندي هاي شويه دبس هنا خففته، يا شويه لا تخافون نصر الفطائر حلوه، وعندي هنا سمسم. هنا القسم الثاني راح اسوي بحبه البركه، وهنا أنا راح ابدي افتح لكم هذا اول شكل عندي، راح اسوي لكم اياها بالسمسم هيك افتحها بهالشيء. طبعا ما اقول لكم على شاشه العجينه تخبل مرتاحه، تشتغلين بها وبراحه مش بهالشكل هذا. ابدي اعدلها هيك بايدي. هسه هنا راح ابدي احشيها، احطها الحشوه الكافيه هيك بهالشكل. هيجي راح ابدي اسدها هيج، اضغط عليها من هنا، اضغط عليها من هالصفحة هاي هيجي بهالشكل. راح ابدي هسه بهالشكل هذا، راح ابدي اقفل هاي الجوانب مالتها هيج حتى تطلع عندي، صارت عندي هيج بهالشكل. راح ابدي اغمسها هيج بالدبس، شوفوا قدامكم حتى. راح ابدي اسوي لكم الشكل الثاني، اخذت قطعه من العجينه راح ابدي افتحها بالشيبوك هيجي، اسويها قرص. شوف هالشكل هذا، ابدي هاي الاطراف مالتها هيج وابدي احشيها. صار عندي هالشكل. هسه راح ابدي
كونتها بالبيض. طبعا البيض حطيت له فلفل اسود، حطيت عندي الزفاره، عندي هنا حبه السوداء او حبه البركه حسب انتم بعد شو تسمونها، هيك بهالشكل. راح اسوي لكم وحده ثانيه من الشكل الثاني. هسه راح اسوي هيك العجينه، طبعا ما انفردتها، راح اسوي لها هيك بالسكينه هيك وابدي احشيها. هيجي ابدي اعدل الحشوه هيك بالشكل، راح ابدي الفها هيك، صار عندي هالشكل. نعم بعد ما ضعف حجمها راح اضيفها بالفرن اشويها. هنا بعد ما اكتملت عندي صارت عندي بهالشكل هذا، عجينة تجنن وسريعة، اتمنى تجربوها، كلش سهلة وبسيطة، والف عافية.